اول حاجه انا عندي لك خبر حزين وعندي لك خبر سعيد. والله يا اخوي انه حاسس شويه. تحدي البحث عن الكنز. ابدا كلامي في تحيه الاسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رامي انت وهو هي معكم عمر خليل سيف الدين زراديه. واخيرا يا جماعه الخير واخيرا جبنا البلاي ستيشن 4 بعد معاناه حبايبنا في البلاي ستيشن. والله الكلام هذا ما يصير. دورت على بلاي ستيشن 5 في كل مكان ماني لاقيه. اتصلت على الهندي اللي طول عمري اشتري منه يا جماعه الخير من ايام ما كنت انا ابتدائي، من ايام سوني 2 وانا بشتري من عنده على اساس انه راح يزبطني ولا يدبر لي السوني هنا. راح قال لي معليش عمر لازم ياخذ سوني 4 لعبه زياده 2 يد. قلت له ما في مشكله اعطيني السوني مع 4 العاب مع يد زياده كم الحساب؟ قال لي 4000 ريال. يا فرحة امي. ارباح اليوتيوب من هذا المنبر نحب نقول لها مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر القادم. اليوم انا مره متحمس، اليوم انا جايب بلاي ستيشن 5، جايب معايا واربع شريط سوني. انا ماني جايب البلاي ستيشن هذا لنفسي، انا بعدين بدبر بلاي ستيشن لنفسي، انا جايب البلاي ستيشن هذا لاخوي. اخوي ايامه الاخيره يا جماعه الخير تعبني، كل ما يشوفني عمر يلا جيب لي سوني 5، عمر دبر لي وانا ماني فاضي لامه. لا امه هي امي معلش. انا اسف انا ماني فاضي له. الايام الاخيره كان عندي اختبارات وخير الاختبارات انا ماني لاقيه. لو اني لاقيه اخوي ابشر. اخيرا لقيته والان راح افاجئ اخوي بي. طبعا ما راح اجي عنده اقول له احمد تفضل سوني 5، لا حتعبه زي ما تعبني الايام الاخيره كلها. جيب لي سوني جيب. طيب انا اوريك انا شف لك ريقك. عندي فكره كذا مجنونه راح اسويها معاه اليوم، فبدون ما نطول عليكم نخش في المفاجاه ونشوف التفاصيل. يا رب تزبط، بس يا رب تزبط. الان راح اتصل على اخويا اقول انه جاي في الطريق. بدري يا مشاكس بدري. والله سامحني انا تاخرت، بس اسمع اكيد في سبب للتاخير اعترف. في سبب للتاخير. سوني 5. لا يا شيخ، اول حاجه انا عندي لك خبر حزين وعندي لك خبر سعيد. الخبر الحزين الاول، اتصلت على عبد المجيد حق السوني وقال لي انه السوني ما راح يجهز الا بعد 4-5 ايام، يعني تقريبا اسبوع. هذا الخبر التعيس لاني حاولت. طيب ما في سؤال، دورت في كل مكان. خلاص خليه احسن على الاسبوع الجاي يكون سعره قال. فهذا الخبر التعيس لان كل شويه تتصل عليه تقول لي ها كيف سوني 5. الخبر السعيد انه الان عندي فكره مقطع ابغى اصورها معك عباره عن تحدي. اكيد ناوي حاجه انا عارف. لا لا يا ابوي بنصور تحدي، عندي تحدي من التحديات حصوره لما نوصل المقر. والله يا اخوي انه حاسس شويه من كثر ما يفكر في بلاي ستيشن 5 الايام الاخيره. اي شيء تقول له يا كيف حالك بلاي ستيشن 5. فانا سويت اللي علي عشان اطير الشبهه، وباذن الله الخطه اللي عندي تنجح. وهذا احمد وصل، الباب مفتوح اركب. اهلا وسهلا. اهلا اهلا كيف الحال؟ طيب ايش الاخبار؟ شوف انا ما اديتك تفاصيل كثير لكن عندنا تحدي رهيب اليوم. التحدي لا ماك يا اخي انا دورت على بلاي ستيشن 5 في كل مكان، الحين صاحبك من فين لقى؟ جاله هديه للاسف. اشوف جريد قالوا اضافه للسله، ضغط عليه في الاخير قلت غير متوفر. ايش الاباله دي؟ ليش تحط دي العلامه؟ ليه ما تقول لي انه ما في واسالتها هنا؟ طبعا وصلنا المقر، احمد جاهز للتحدي؟ مستعد وبقوه. طيب يلا امشينا. من الان فصاعدا تتبع تعليماتي بالملي. هذه هي غرفه الانتظار تمام؟ اشوفك تطلع من المكان هذا، اقعد واقف هنا. لو تحركت شبر واحد راح اقتلك. شوف طبعا جيت اتاكد انه كل شيء تمام هنا بالغرفه عشان دحين بدخل احمد. يلا يا احمد تعال بسم الله، تعال وقف هنا، وقف هنا. طيب شوف الان ابغى اتحداك تحدي. تحدي البحث عن الكنز. الله انا احبه من زمان ما سويت اللعبه. الكنز راح يكون موجود في الغرفه. جاهز؟ جاهز. 3 2 1 خش. يلا بسم الله. باسبور هي لا صلاح برضه لا علاقه؟ طبعا اكيد. ايش رايك؟ ايش رايك؟ 6 × 4 = 24، 2000 زائد 24 2024. طيب هذا باسورد ايش حيكون؟ حطيت سهم كذا. يلا روح بسم الله. اكتبها في السبوره. طيب اول بعدين اكتبها هنا. لا حبيبي هذا التعليم عن بعد. هذا يا اخي هذا التعليم عن بعد. لا 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 احذف. ايش قاعد تسوي انت؟ خلي صفر. يا سلام يلا حط الرقم هنا. اوكي في فيديو، شغل الفيديو. السلام عليكم احمد كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الف مبروك قدرت تحل اللغز الاول رغم انه كان لغز مو مره سهل، لكن الغازه الجايه راح تكون اصعب. انا ما راح اقول لك ايش هي الجائزه يا احمد، لكن اللي حقول لك اياه انه الجائزه مره راح ايش بك اني جالس على حاجه.
مره راح تعجبك ان شاء الله. اللغز اللي بعده يحتاج له تركيز، ركز معايا وان شاء الله راح تفوز بالجائزه. الغرفه كانها بدات تصير حاره، فنحتاج انه نحن نشغل المكيف. وانت قاعد تحل اللغز راح اشغل لك اغنيه انت مره تحبها عشان تستمتع وانت تحل اللغز، عشان ما تقول ان انا ما زبطتك. انا قاعد اضبطك الان. غرفة حارة، فين المكيف؟ هذا هو. ايش المشكلة في الريموت؟ بطارية. ها ما في بطاريات. فين؟ فين؟ وخر عني. اكيد هنا ولا هنا؟ يا هو مو قادر استوعب الاغنية. هذا مش صار صراحة. احمد عيد الفيديو حتعرف فين البطارية. ركز. شوف عندك مساعدة واحدة ممكن اساعدك فيها. يلا ايش هي؟ تبغى تستخدمها الان ولا شوية؟ خليني دحين ادور يمكن القى لي شيء. والله يا احمد انت قاعد تعقد الامور مرة. الاجابة موجودة في الفيديو. ايش حاسب الاغنية هذه؟ اغنية ايش؟ ماريو ميكر. طيب يعني هي والله ما في ترى شيء. ايش ماريو ميكر ايش؟ هنا. شوف الكوكس، شوف الكوكس. اوكي لقيت واحده بطاريه. اوكي اخيرا استوعبت. هذه واحده كذا. ايوه كذا. هذه واحده بطاريه. عيد الفيديو وركز في الكلام اللي انا قاعد اقوله. يا احمد لا تجلطني، لا تجلط لي. مره راح ايش بك اني جالس على شيء هنا؟ في شيء واحد ما دورت فيه الى الان. لا 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 مو هذا. بالشجره دي كنت جالس على الشجره يا احمد. هذا كلام يا احمد. ركز انا فين جالس كنت. اعطيك مساعده لو شفت تستخدمها الان. خلاص استخدمها الان. طيب انا كنت جالس في الكنبه اللي هناك. شيل امي. ها وريني متابعين. طيب ها هذه. شوف يا سلام. ركز ركز. ورقه. تعالي تمام. افتح الورقه خلينا نقراها مع بعض. اشعر بالعطش، اذهب للثلاجه لشرب العصير. ثلاجة في الحمام ليه يعني؟ ما كنت عارف دي الغرفة. طيب يلا يلا. هنا هنا الثلاجة. سنة سنة دي 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 هذا؟ لا فين الثلاجة؟ هنا تستاهل تستاهل تستاهل. مستحيل هم بحاجة واحدة، في أحد يخبي سولف ثلاجة؟ والله عاد هو كذا اللغز. والله شكرا يا عمر، ما توقعت. تستاهل تستاهل. عندي لك كمان حاجة. يد أو لعبة؟ ماي جاد اللعبة سبايدر مان. أقول لك شيء؟ خلاص ايش؟ يد كمان ودي بس. تستاهل. سنتين لعب تشتري لي حاجة. خلاص والله راح. خلاص شكرا، أحسن شيء قلته بحياتي سمعته. أول شيء شكرا يا عمر على الهدية الغالية هذه. طبعا لا تنسوا تشتركوا في القناة الحبيب الفاضل هذا عمر. الله يخليك. وصل المقطع. أول مرة بحياتي يقول لي حبيب غالي. الله أكبر. أيوة لا تنسوا توصل المقطع 200,000 لايك. فعلا هذا أنا ما قلت له هو قال الحال. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية. اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. استخدم قطعة الجزمة اللي هنا يا اخي.